الأسعار التي انصدم منها المواطنون في أول أيام الشهر الفضيل. ارتفاع في أسعار اللحوم الخضر وكذلك الفواكه هو ما تم تسجيله يوم أمس عبر مختلف ولايات الوطن. حول هذا الموضوع يلتحق بنا وعلى المباشر عبر الهاتف السيد محفوظ حرزلي رئيس الاتحاد الوطني للمستهلكين. سيد الفاضل أهلا بك، شكرا على تلبية الدعوة. إذن رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلكين، إذن كما أشرت الآن المواطن ينصدم من مختلف الأسعار في أول أيام الشهر الفضيل. سؤالي لك، هل الارتفاع في الأسعار يبقى ينحصر فقط بين العرض والطلب أو هو أيضا راجع للاستهلاك الغير عقلاني؟ أولا نشكركم على هذه الاستضافة ونهنئ الشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان العظيم. أولا هو سلوكيات بالنسبة للمواطن. نحن نعرف أنه شهر رمضان، كل ما يقترب شهر رمضان وخاصة الأيام الأولى من شهر رمضان، نلاحظ أنه المواطن الجزائري يعني بسلوكياته، ما نقولوش أنه هذا هو طبعه، بحيث أنه الأسعار راهي ترتفع حسب سلوكية المستهلك، نقولها بكل صراحة. لانه لاحظنا واحنا رانا في السوق، لاحظنا انه فيه المواد الغذائيه موجوده، لكن ارتفاع الاسعار راجع الى الاقتناء غير، يعني صراحه الاقتناء غير يعني غير المبرر من طرف المستهلك، ولاحظناها يعني في كل المقتنيات اليومية. البارح فقط، بالأمس فقط، ما كانش يعني تغيير في أسعار المواد الغذائية، لكن المستهلك ساهم بقصد كبير في تغيير أسعار بعض المواد الغذائية. نقولها بكل صراحة، لأنه لاحظنا عند القصابات، يعني عند الجزار، لاحظنا في بعض الحلويات، لاحظنا في حتى عند يعني المواد الغذائيه، لاحظنا انه فيه يعني تهافت كبير بالنسبه للمستهلك، تهافت كبير. يعني حتى ولات ندره في بعض المواد الغذائيه، نقولوها يعني حتى ولات ندره. علاش هذا الطمع؟ علاش هذا الجشع؟ علاش هذا يعني هذه راجع الى سلوكيات المستهلك، يعني بكل صراحه. طيب، اذا كان الاستهلاك الغير عقلاني للمواطن هو سبب في ارتفاع الاسعار، هو اكيد هذا شيء واضح، هل في رايك اليوم انه القدره الانتاجيه لمختلف المواد الواسعه الاستهلاك، نتكلم مثلا عن البطاطا، عن اللحوم الحمراء او اللحوم البيضاء، هي كافيه لان هل سيد محفوظ معنا؟ نعم. سيدي نعم. هل إذن أعيد السؤال، هل ترى أن القدرة الإنتاجية لمختلف المواد الواسعة الاستهلاك هي اليوم كافية لكي لا يكون فيها ارتفاع في الأسعار؟ هو في الحقيقة، شوفي، احنا نلاحظ أنه فيها يعني أسواق الرحمة، وهذه الأسواق الرحمة هي راح تعطينا حقيقة الأسواق المجاورة أو الأسواق اللي عبر التراب الوطني. عندما نلاحظ أنه أسواق الرحمة يعني التي وضعت من طرف السلطات العمومية، أولا يعني لتقريب المواطن من السوق، ثانيا هو سوق رحمة يعني من المنتج إلى المستهلك وحتى التجار اللي داخل، راح يكون فيها نسبة يعني ما تكونش عالية بالنسبة للسعر. هنا نلاحظ أنه بعض المواد الغذائية يعني كل المواد الغذائية كما قلت، أن اللحوم البيضاء يعني موجودة، اللحوم الحمراء موجودة، لكن السعر، هذا السعر اللي يعني من ناحية يعني توفير هذه المواد كاين بوفرة، وهذا يعني في إحصائيات أنه كاين حتى وفرة المواد الغذائية واللحوم وال يعني اللحوم البيضاء، يعني حتى شهر شوال
ما كان حتى اشكال. اليوم حنايا اليوم نتكلموا على سلوكيات المستهلك، يعني بكل صراحه ما نتكلموش لانه وفره المنتوج من سلوكيات المستهلك. اليوم اذا كان المستهلك يقتني هذه الاشياء ويخزنها في المنزل، راح يكون فيه ندره على الاسواق. اكيد اتفق معك في هذه النقطه سيد محفوظ، لكن في ذات الوقت فوضى السوق جعلت هذه السلوكيات السلبيه للاسف تنتشر. لو نتكلم عن الاحتكار، نتكلم عن المضاربة، هو الأمر الذي نعيشه. المضاربة والاحتكار صح، هو كان فيه مضاربة فيه احتكار، لكن يعني ما هوش بالحجم اللي رانا نتخيلوه. لكن المضاربة اللي راهي عند المستهلك في المنزل ربما أكثر من المضاربة اللي راهي برا، يعني بكل صراحة. اليوم نلاحظ المستهلك حتى لا أنا نهضر بكل صراحة، يعني حتى السلوكيات هذه السلوكيات خلاتنا اليوم أن لازمنا إعادة النظر في ثقافة المستهلك في حد ذاته. اليوم باش نغرس ثقافة استهلاكية سليمة عند المستهلك، يعني هذه الشيء اللي رانا نلاحظوه في هذه المناسبات. يعني الشيء الهدف تاعنا هو انه المستهلك الجزائري يعني تكون عنده ثقافه اخرى. يعني كيف يمكن الوصول وتحقيق ذلك؟ انتم يعني كاتحاد وطني لحمايه المستهلك نسعى من اجل التبذير، نسعى من اجل ترشيد الاستهلاك، نسعى من اجل يعني المساهمه ومحاربه فيما يخص يعني الحوادث المنزليه، نسعى الى كل هذه يعني هذه النشاطات او هذا البرنامج المسطر من طرف الاتحاد الوطني لحمايه المستهلك وكل القطاعات وخاصه قطاع وزاره التجاره، يعني راح يخلينا باش نكون نبذل جهد اكبر مع اولا مع وسائل الاعلام المكتوبه والمرئيه والمسموعه وحتى الإلكترونية باش تساهم في عقلية استهلاك لدى المواطن. كذلك صراحة هو فيه بعض السلوكيات اللي المناسباتية، نقولها بالمناسباتية، لأنه المستهلك الجزائري أصبح يعني عنده هذه إشكالية المناسبات، إشكالية المناسبات اللي تخلينا كاتحاد وطني نسعى للتحسيس والتوعية، وكذلك من جهة أخرى بالنسبة للتبذير وبالنسبة بالنسبة لترشيد الاستهلاك وبالنسبة يعني عدة مواضيع اللي تندرج ضمن التحسيس وتوعية المستهلك. أيضا في تراخيص لبيع المنتجات الزراعية من الفلاح إلى المستهلك مباشرة، رغم ذلك نتابع على أنه فيه شكاوى للعديد من المواطنين حول ارتفاع الأسعار، وحتى يعني هناك خوف ما بعد الشهر الفضيل، لأنه هذه الأسواق الجوارية فترتها محددة خلال الشهر الفضيل، لكن ما بعد ذلك أين هي الحلول بالنسبة لهذا الارتفاع للأسعار سيد محفوظ؟ والله يعني بكل صراحة هو أنا نقول لك هي الجهات السلطات المعنية هي أدرى يعني بتنظيم هذه الأسواق وبما يعني في توفير هذه المنتوجات، لكن احنا نتكلم على سلوكيات المستهلك، يعني نقولها بكل صراحة لأنه الإشاعة أصبحت هي العامل الأساسي بالنسبة للمستهلك. اليوم حرب أوكرانيا مع روسيا قال أنه القمح ما كانش في إشاعة، وحنا نعرفوا أنه لي ريزو سوسيو يعني شبكات التواصل الاجتماعي اللي راهي يعني تساهم بقدر كبير في طرح بعض الإشاعات على المواطنين، وحنا المواطنين نعرفوا أنه هذه الإشاعة من واحد إلى واحد راح تكون إشاعة عامة. هذا خلانا اليوم لازمنا نسعاو كلنا كإعلام كسلطات كمجتمع مدني من أجل التخفيف من هذه الإشاعة. طيب سيد محفوظ، قلنا استسمحك على أنه واضح سلوكيات سلبية للمواطن هي تعتبر أحد الأسباب لكن ليس السبب الأول في ارتفاع الأسعار، مقابل ذلك حتى التجار يتحججون بالعرض والطلب أيضا. لا حتى كنت نتكلم لك شوفي ارتفاع الأسعار، نقول لك القمح اليوم
اليوم القمح في السوق العالمية 1300 دولار للطن. السلطات يعني تبيعها لميناتري يعني للمطاحن 2280 دينار للطن. شوفي الفرق الشاسع، شوفي الفرق الشاسع بين 1300 دولار للطن، شوفي شحال يبيع، شحال تبيع السلطات، شحال يبيعها للمطاحن 2280 دينار. شوفي هذا الفرق هذا، يعني حنايا كاين فيه يعني ارتفاع اسعار جنوني يعني في البورصات العالميه، وهذا راح ينعكس على ارتفاع الاسعار في على 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 الدول المستهلكه والمستورده لبعض المواد الغذائيه، وهذا عامل. العامل الثاني هو كاين بعض الجشع بعض التجار، يعني نقولوها بكل صراحه ما نقولوش كامل، لكن فيه جشع بعض التجار، كاين المضاربه، كاين الاحتكار، وكاين مساهمه المستهلك. هذه نعم. هذه كلها عوامل راح تخلينا اليوم لازم اعاده النظر فيها. نعم، وصلت الفكره سيد محفوظ حرزلي رئيس الاتحاد الوطني لحمايه المستهلكين، نشكرك مجددا.